أعمال مخرجين شباب وأخرى لمحترفين عالميين، نحن على موعد قريب معها في دور السينما في كييف. مهرجان الشباب سيعرض أفضل الأفلام من جميع أنحاء العالم. صناع الأفلام العالميين مسرورون ومعجبون بتفاعل الجمهور الأوكراني. المهرجان يعد منصة متميزة للمخرجين الشباب، ليس فقط للتعبير عن أنفسهم، بل لتعلم المهارات ومعرفة أعمق أسرار المهنة على أساس تجارب المبدعين الآخرين أيضاً. هذه المهرجانات غاية في الأهمية بالنسبة للمخرجين، أقصد وليس الجمهور. من خلالها يستطيع صناع السينما إيجاد جمهورهم، لديهم فيها الفرصة لإثبات أنفسهم والنهوض بأعمالهم، تمهيداً لاحترافهم الصناعة السينمائية. من الواضح أن المهرجانات الأوكرانية والإنجليزية تقام أولاً وقبل كل شيء للحفاظ على صناعة السينما الوطنية، وأنا سعيد جداً بهذا. المنافسة شيء طبيعي في المهرجان، الجميع مهتم بمعرفة ما يريده صناع السينما الشباب، وما هي المواضيع والقضايا التي تنال اهتمامهم، وكيف سيكون مستقبل الفن السابع بهم. المخرجون والمؤلفون بدورهم سعوا لعرض أعمالهم للجمهور بشكل جميل. قبل احترافي عملت مع مجموعة من الأصدقاء الهواة، صورنا بعض الأفلام، ولكن الأمر اختلف هنا. تعاملنا مع الأمر هنا بروح جماعية، بنينا جناحا خاصا بنا للعمل، تدربنا على كل المشاهد 4 أشهر متواصلة. هذا كان أمرا مختلفا وجديدا تماما. حاولنا ما استطعنا محاكاة سحر هوليوود، ولعلنا نجحنا. أردنا الاحترافية العالية في صناعة الفيلم في المقام الأول. لم نكن نتوقع أن نحصل على العديد من الجوائز من المهرجانات السينمائية. كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا، وشعرنا أننا حصلنا على التقدير لجهودنا. العرض الأول كان في الولايات المتحدة، والعرض المقبل سيكون في ألمانيا وكندا، ولهذا صنع الفيلم باللغة الإنجليزية. شاركنا في مهرجان كان بهذا الفيلم في شهر مايو، وتحدثت إلى المخرجين المبدعين المشاركين في مهرجان الشباب ومع كل المهتمين بالعمل السينمائي. إنه لشرف لي أن أكون هنا في أوكرانيا في مثل هذا المهرجان الكبير، إنه حقا ممتع. مهمتنا هي المشاهدة وتقييم تجربة وإمكانات المخرج واستيعاب الفكرة التي يريد إيصالها، وتقييم العمل إن كان مجرد بيئة مصطنعة خالية من المشاعر أو حاملا فنيا لرسائل وقضايا اجتماعية أو سواها قدمت بشكل خافت. إذن نحن نبحث عن الأعمال الطلابية الناضجة والمبدعة، سواء في آلية التنفيذ أو المهارات، والتي قد توفق لتنافس الأعمال الاحترافية. شخصيا كان من دواعي سروري رؤية الشباب والطلاب في المهرجان، وقد استطاعوا الخروج من المدينة الكبيرة ليذهبوا للقرى ويبحثوا عن قضايا جديدة حيث العمق والمشاعر والعواطف. أعضاء لجنة التحكيم لم يتعاملوا مع المتسابقين فقط، ولكنهم استطاعوا تقييم تفاعل المشاهدين الأوكرانيين أيضا. إذا حكمنا من خلال كلمات المنتج البريطاني، ما أدهشني فعلا حضور الجمهور للأفلام القصيرة. رأيت أناسا عاديين، هذا لا نراه في أوروبا حقيقة. أنا ممن يترددون على مهرجانات الأفلام القصيرة، وبالكاد يجمع الممثلون والمهتمون للحضور أو للمشاركة في هذا النوع من الأفلام. أما في أوكرانيا فلقد رأيت إقبالا كبيرا على هذه الأفلام، وكان مثيرا للاهتمام حقا أن نرى ما يفكر به الممثلون المحليون والقضايا المجتمعية التي يطرحونها عن واقعهم. هذه بداية جيدة للمخرجين الشباب من جميع أنحاء العالم، وهي فرصة جيدة جدا للجمهور الأوكراني، الجمهور الذي لا يزال بعيدا عن السينما المحلية. هذه المهرجانات وسيلة نكتشف من خلالها امتلاكنا مواهب فذة من المخرجين الشبان. أكثر ما لفتني كانت تقنيات الصوت، فهي ذات جودة عالية، وهذا هو أكثر ما تفتقر إليه أفلامنا. هناك تعطش لمعرفة أسرار صناعة السينما، حيث استطاع المخرجون الشباب ري تعطش الجمهور، وكان المهرجان يمثل ورشة عمل من المواهب. هذه فرصة فريدة لرؤية وسماع المخرجين المعروفين والممثلين والشخصيات من مختلف المجالات.
والحصول على النصائح من الضيوف وطرح الأسئلة على ذوي الخبرة. أنا وللمرة الثالثة مع الرابطة الاتحادية الألمانية للأفلام القصيرة نشارك بعرض أعمالنا في أوكرانيا في مهرجان الشباب. نحن سعداء جدا والفضل لوزارة الخارجية في ألمانيا. أهمية خاصة أوليت لفناني السينما اللتوانية، هم مبدعون بمستوى أوروبي. مخرج الأعمال الوثائقية مانتس كفيدور لم يجمع حوله المخرجين الشباب فقط، بل كل من كان مهتما بالطريقة الفريدة للعمل في أفلامه. لقد عشت وقدمت أعمالي وبحوثي في غروزني، حيث تحدث الناس عن أحلامهم، عن أولئك الذين فقدوا في الحرب، عن أقاربهم. هذه الأحلام لامست مشاعري، وهنا كان السؤال: كيف نصور أحلام أناس يعيشون بأجسادهم فقط، أما أرواحهم فالحرب قتلتها من زمن بعيد؟ كثر هم المهتمون بوثائقيات مانتس من الجمهور الأوكراني، وقد أعجبهم فيلم ماريوبولوس. الأفلام عن أوكرانيا بزعم النقاد لا تكتسب صدى واسعا في العالم بسبب أهمية القضايا التي تطرحها وحسب، بل أيضا بسبب الجودة الفنية العالية. هذا هو العرض الأول للفيلم حول الحياة في ماريوبول في الخطوط الأمامية. مهتم أنا كثيرا بتلك الأماكن. في الفيلم صورنا مشاهد حقيقية تخللتها بعض التناقضات والمفارقات، وفي المسامير والبراغي نرى هياكل تصور عالمنا. فيلم ماريوبولوس جذب انتباه المشاهد إلى واحدة من أكبر المدن الجنوبية في شرق أوكرانيا. مانتس الدارس لعلم الأنثروبولوجيا بدأ بتصوير أفلامه عن اليونانيين الذين عاشوا في ماريوبول، ولكن جاءت الحرب وماريوبول تحولت من مدينة الثقافة اليونانية لمدينة خط المواجهة. أثناء التصوير أصبحوا في الخط الأمامي حيث القصف والضحايا في صفوف المدنيين. هذا عملنا المشترك أنا وفاديم وسلافا سفاتكوف. اخترنا سوية المكان المناسب للتصوير، صورنا بعض المشاهد معا، والبقية صورناها كل على حدة، وكل واحد منا كان لديه رؤيته الخاصة حول ما يحدث. وفقاً لمانتس يحكي هذا الفيلم عن قيمة كل لحظة في الحياة، عن الناس الذين يعيشون ولا يفقدون الأمل. فيلم يجسد معضلة الوجود الإنساني في الزمن الذي يجمع الحرب والسلام في الوقت ذاته. أحببت هذه المدينة، أحسست فيها بمشاعر غريبة. هي ليست بالمنطقة الخطرة وأجزاؤها متقاربة من بعضها، ولكنك تشعر بمساحات شاسعة تفصل بينها. بالتواصل مع مانتس لاحظ الشباب أن لديه نظرة خاصة حول العالم، وله طريقة خاصة بإخبار القصة. وليس من قبيل المصادفة أن المهمة القادمة ستاسيس ستحكي عن المستوطنات اليونانية، ويواصل مانتس تصويرها في مدن مختلفة في جميع أنحاء العالم. هناك مشروع أعمل عليه منذ 3 أو 4 سنين، يصور في 3 مدن: أوديسا واسطنبول وأثينا. وكجزء من هذا المشروع قدمت الدراسة الأنثروبولوجية العلمية عن المستوطنات اليونانية في جميع أنحاء ماريوبول، بحيث يكون فيلم ماريوبول هو جزء من هذا المشروع. المهرجان خلق فضاء مشتركا لتبادل التجارب والخبرات والإلهام. وهناك أيضا مخرج لتواني آخر كان محط اهتمام الجمهور، ساروناس بارتاس، وهو اليوم المخرج الأكثر شهرة في لتوانيا. أفلامه تعرض في المهرجانات ويمكن العثور عليها على شبكة الإنترنت. يقيم الجمهور هذه الأفلام المبرمجة من قبل المخرج بكافة تأملاته واطلاعاته. المهرجانات جيدة دائما، ومن حيث المبدأ لا توجد دولة ولا حتى مدينة كبيرة لم تصل إليها الأعمال السينمائية الحديثة، وهي تعد وسيلة للتعليم وفرصة للتواصل مع الناس الذين لا يلتقون بالعادة، فرصة لفهم شعور الآخر من البلدان التي لم تزرها من قبل، وهي امتداد للآفاق البشرية.
واحد من الأفلام سبعة غير مرئيين، فيلم لبارتاس، صور في مدينة كيرتش بين عامي 2003 و2004 في شبه جزيرة القرن، مشابه لفيلم أبطال على الطريق، الأبطال الذين يعيشون خارج مدينتهم مع كل ماضيها. عندما جئت إلى شبه جزيرة القرم بدأت بمعاينة المكان. عملنا هناك مدة شهرين تقريبا حتى وجدت هنا السهوب وشبه جزيرة كيرتش. لقد أثارت اهتمامي هذه الطبيعة الخلابة والناس الذين يعيشون في تلك القرى المهجورة التي بنيت خلال الحقبة السوفيتية، لأننا نعيش في زمن واحد، وأي أحداث قد تطرأ، خاصة تلك التي تجري الآن في أوكرانيا، إنها تؤثر بطريقة أو بأخرى على كل شخص في العالم. والسؤال الآخر هو أني لا أصنع الأفلام الوثائقية السياسية. لوحظ من قبل النقاد أن بارتاس يمثل آخر الوجوديين في السينما العالمية. في كل أفلامه تكون شخصياته دائما موجودة في مكان ما في الأفق، على الحدود بين الحضارة والهاوية. هيكله التأملي يحد من دقة الأسرار المطلقة لما يحدث على الشاشة. هذه سمات رئيسة لأعمال بارتاس، العمل مع الممثلين الذين يختارهم في كثير من الأحيان من غير المحترفين. سوف تجدون هذا في الشارع إذا نظرتم بعناية، ستتأكدون من أن هذه الأشياء موجودة في الحقيقة وإلى جانبك أو المنزل المجاور لمنزلك. في مهرجان الشباب يعرض فيلم جديد لبارتاس، الراحة أو السلام الذي يمكننا أن نحلم به. يحكي الفيلم عن طفلة عمرها 16 سنة فقدت والدتها فبقيت مع والدها، والدها لا يهتم بها كثيرا. وفي يوم ما يقرر الرجل قضاء عطلة نهاية الأسبوع خارج المدينة مع ابنته وصديقته الجديدة. الأدوار الرئيسة في الفيلم لعبها بارتاس وابنته إينا ماريا، والدة الطفلة الممثلة المبدعة كاترينا جالوفا والتي توفيت في عام 2011 في باريس. الفيلم بأكمله مثل قداسا مخصصا لها، وقد عرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي. هذا آخر فيلم لي، حيث جرت العادة أن تعرض الأفلام المصورة حديثا، وأستطيع القول أني لم أختره للمشاركة في المهرجان، بل كان طلب الإدارة ذاتها لعرضه. عالم بارتاس واقع صريح يرى فيه الفنان الجمال والإبداع، مبدع عالمي يصور الأفلام ويكتب الموسيقى ويشارك بالتمثيل في أعماله، حائز على العديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية. صور العديد من الأفلام على رقعة جغرافية واسعة امتدت من سيبيريا إلى كالينغراد وفرنسا والمغرب. هذه الحوادث التي وقعت، احتلال شبه جزيرة القرم ووقوع هذه الحرب وهذا النزاع اللانهائي، كل ذلك أثر بي وأقلقني كثيرا، كما أثر في العديد من الناس في ليتوانيا. ونتيجة لهذه الأحداث أنا حاضر هنا. الآن يعمل المخرج على تصوير فيلم روائي طويل عن الحرب في الدنباس وبطبيعة الحال عن الحب. الفيلم إنتاج مشترك مع أوكرانيا بدعم من اللجنة الحكومية الأوكرانية للتصوير السينمائي. مهرجان الشباب لمخرجي الأفلام وفقا لبارتاس فرصة كبيرة لتوحيد الجهود وإبداع أفلام جديدة. أتمنى لكم تحقيق أهدافكم والتحلي بالإيمان والقدرة على التحمل.